ميس سميث اتقبض عليها؟ أيوة، الفصل اتلغى. ميجان تلميذة شاطرة جداً لدرجة إنها بترفع إيدها علشان تجاوب سؤال. واو واو واو، بصوا للضوافر دي، انتي عملتيهم ازاي؟ ده شمع سخن، نغطي ضفر صناعي بالفازلين ونضيف طبقة شمع سخن بجليتر فوقيه. بللوا صوابعكم في المية وشيلوا الزيادات السميكة وساووا السطح. نستخدم الصمغ الجامد من على الضفر الصناعي ونساوي الزيادات ونعدل الشكل. نعمل 10 ضوافر صناعية من الشمع السخن، نلزقهم باستخدام شريط لزق دبل فيس ونغطيهم بملمع ضوافر شفاف. أنا كنت امبارح في حفلة ونسيت أشيل ضوافري. المانيكير الملون ده شكله حلو جداً في مكان الرأس. أنا كنت ملكة الحفلة ودلوقتي أنا ملكة الفصل. أحسن حاجة هي إن الضوافر الصناعي من الشمع السخن دول ممكن يتشالوا بسهولة. الفصل ممل جداً. الحمد لله إن أنا جبت معايا صمغي السحري. ميجان، شوفي شنطة ضوافري الجديدة. نقطع إزازة صمغ فاضية للنصين، نشيل الليبل، نلزق سوستة بشمع سخن نجمع النصين. نلزق ليبل مطبوع جديد ونحط جواها أعواد خشب برتقان ومبرد ضوافر ومقص ضوافر. يلا نشوف إزازة الصمغ دي مخبية إيه. دي مجموعة صالون تجميل محمولة، قد إيه مفيدة. لكن ميس سميث مش سعيدة بمنتجات التجميل دي. إديني مجموعة الضوافر دي دلوقتي حالا. مسكينة، بصي على مانيكيرك يا ميس سميث. انتي محتاجة اسعافات اولية لضوافرك اكتر من اي حد تاني. احنا هنتصل ببوليس التجميل، هم هيساعدونا. بوليس التجميل وصل، كلكم محتاجين للفحص. والناس اللي ضوافرهم مش متوضبة هيتقبض عليهم. مانيكير سيندي حلو، هايل، هي تقدر تمشي. وبوليس التجميل بيكمل البحث. البنت صاحبة العيون الزرقاء مش فاهمة ايه اللي بيحصل، وايه أخبار مانيكير ميس سميث؟ هي محتاجة لمنظم ضوافر لطيف. ناخد نوت بوك من الغلاف، نغطي الغلاف من تحت بورق تغليف، نقص فالكرو قطع، نلزق جنب من الفالكرو بشمع سخن على أزايز ملمع الضوافر والناحية التانية على الغلاف، ونثبت الأزايز وماركرز في الضوافر بالفالكرو. كل اللي هتحتاجيه لتصميم ضوافر فنية موجود هنا، ملمع ضوافر وماركرز فن الضوافر، وحجمها مناسب لمدرسة. ده على شكل نوت بوك. يلا نصلح المانيكير ده دلوقتي يا ميس سميث، مش هتتكسفي من حضور اجتماعات الآباء والمدرسين. وإيه اللي بيحصل على المكتب اللي قدام؟ صاحبة العيون الزرقاء ممكن تستخدم تصميم ضوافر ملون، البوليس هتهتم بالموضوع. يلا نبتكر تصميم ديدان الكتب. نقطع شوية صفحات ملزوقة من النوت بوك، نقص منهم مستطيل صغير ونعمل كتاب صغير، نلزق قطعة من ورق فوم بجليتر من فوق ونقص قطعة من غلاف كتاب تناسب القطعة، نغلف النوت بوك فيها ونثبت الغلاف باستخدام شريط لزق دبل فيس. غطوا ضوافركم بملمع بينك. نثبت الميني نوت بوك على ضافر ونستخدم شريط لزق دبل فيس. واو، ده مبتكر جدا. دلوقتي صاحبة العيون الزرقاء ممكن تكتب إجابات الامتحان على ضوافرها بشكل مباشر في النوت بوك الصغير اللي معاها. ايه فن الضوافر العملي ده؟ ميجان بتطلب من بوليس التجميل تصميم ضوافر مثيرة للاهتمام. يلا نشوف ممكن نعمل ايه.
نغطي الضوافر بملمع اسود. استخدموا فرشة رفيعة ولون اكريليك ابيض لعمل مثلثات. رموز رياضية، معادلات كيميائية وفيزيائية، نأمنهم بملمع ضوافر شفاف. واو، قد ايه لطاف. شكرا، فن الضوافر ده تلميذة ملتزمة. يلا نتصور سيلفي، المرة الجاية انا عايزة دبلومة ومرتبة الشرف تترسم على ضوافري. هو ليه كل الناس نسيوا ماس ماث؟ هي كمان محتاجة لشوية فن ضوافر مش عاديين. سهلة، نقطع مثلث من أستيكة ملونة، نوضب الضوافر لتشكيل حرف A. وكمان نعمل بلس وحرف B، نعمل درجات، نلزق الأختام بضوافر المدرسة. خلصنا. دلوقتي ميس سميث تقدر بسهولة تضيف درجات باستخدام ضوافرها. هتغمس الختم بس في اللون ده. تصميم ضوافر مفيد جداً لمدرسة. صاحبة العيون الزرقاء بتحب ترسم بألوان الرصاص زي ويلفرين. دي فكرة مثيرة لاهتمام بوليس التجميل. أي حاجة تعمليها تقدري تستخدميها لعمل مانيكير ضوافرك. نغطي الضوافر بملمع ضوافر أبيض ونكرر ده على الإيد التانية. نبتكر قلم رصاص في نص الضوافر باستخدام لون أكريليك بيج. نغطي أجسام الأقلام الرصاص المرسومة بملمع ضوافر شفاف ورشهم بألوان مختلفة من الجليتر الناعم. نلزق قطع من الرصاص الملون على ظهر الضفر. رائع! دي ضوافر أقلام رصاص ملونة حقيقية، تقدري ترسمي بيهم. جربي وهتشوفي. واو! أنا مستعدة تمام لحصة الرسم. احنا هيكون عندنا حصة عملي للموضة وهنتعلم عن موضات الموسم ده. ومجلات الموضة بتقول ايه؟ اللؤلؤ بيلف العالم. يلا نستخدمه في عمل المانيكير واطلالة الميك اب. غطي ضفر الخنصر وصباع الوسطى والابهام بلون ضوافر ابيض. نغطي باقي الضوافر بملمع ضوافر بجليتر. نضيف ملمع الضوافر ده على ضوافر البيضة كمان. نلزق نص لؤلؤة حوالين جلد ضفر صباع الوسطى. نغطي ضفر صباع الوسطى كله باللؤلؤ. نستخدم مقاسات مختلفة من قطع أنصاف اللؤلؤ. قد إيه فن الضوافر ممتاز ده؟ ده ترندي جداً، اللؤلؤ بيلمع جداً. إنتي لسه ما شفتيش ميك اب اللؤلؤ بتاعي، هيناسب ضوافري. نضيف اي شادو لؤلؤ على الجفون اللي من فوق. نستخدم صمغ رموش لتثبيت قطع انصاف اللؤلؤ على طول خطوط الرموش. ونعمل اي لاينر باللؤلؤ ونضيف ملمع شفاف على الشفايف. واو، اي لاينر اللؤلؤ ستايلش جدا ومميز. ميجن، انت شكلك شبه الملكه. مفيش نظاره، المدرسه كلها محتاجه تشوف اللؤلؤ بتاعي. احنا بنبتكر لوحه مود للموضه. اوبس، صاحبة العيون الزرقاء اتلزقت بالصدفة في النوت بوك، لكن ميس سميث استخدمت الفكرة دي على طول. بوليس التجميل ممكن تعملوا أي حاجة مع ده؟ طبعاً! نغطي الضوافر بملمع أبيض. نستخدم فرشة رفيعة ولون أكريليك أزرق لإضافة خطوط أفقية. نضيف هوامش بلون أحمر علشان يبان شكل النوت بوك. ونضيف درجات. ده نوت بوك على الضوافر، ده أحسن تصميم مدرسي في العالم. هشجعكم على الدراسة أكتر. ميس سميث حبيته فعلاً. عجبكم ابتكارات ضوافر مدرستنا؟ اكتبوا تعليقات تحت الفيديو أي فن ضوافر هتحبوا تعملوه في المدرسة. يا ترى هتحولوا ضوافركم لأقلام رصاص، هتكتبوا معادلات عليها، ولا تغطوها باللؤلؤ؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما يفوتكمش أي ابتكارات تجميل جديدة من تروم تروم.